الناس الخيرة عادة كل عائلة موجودين كنموذج، يدخل مدخل خير، يسعى مسعى طيب، في أن يبرد صح. المشاكل صح. يرجعون الزعلان. وأكو ناس لا، مو هالشكل. أكو ناس يحبون شخص يتدخل، شخص ختيار يصير، يعني رجل كبير عقلاني يسمونه، هو يتدخل بين المشاكل اللي تحدث بين المرأة والرجال. وأكو عوائل لا ترفض إنه تدخل شخص بيناتهم، يعني هم يحلون القضية بين المرأة والرجال إذا صارت مشاكل. أكو مرة تكون أحيانا هي صاحبة كلمة مسموعة وحكاية مؤثرة، تكون حكيمة تتدخل بهذه التفاصيل، لا فقط الرجال. لا لا لا، أكو امرأة تقود 1000 رجال قبل، يعني نسائنا، وخاصة يعني ما أريد أفرق بين محافظات بلدنا العزيز، بالأخص عند الجنوب الإمرأة هي إعدال 1000 رجال، كلمتها مسموعة وهي تقعد يعني بالديوان وهي اللي تقود. إحنا لازم نوضح للأجيال اللي موجودة الآن، من تكون إمرأة كلمتها مسموعة هذا راجع إلى كونها حكيمة، مو راجع إلى كونها مو متسلطة. شكرا. بالضبط. لا مو متسلطة، انه مو متسلطة او صلفة او 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 وقحة. اي لا لا لا، حكيمة حكيمة عفوا، وتقود يعني عائلة بكاملها، او خلينا نقول عشيرة يعني متوسعة شوي. وتكون عندها فد موروث ثقافي، يعني تكون ما تقرأ وتكتب. مرات ما تقرأ وتكتب، نعم، بس هي العقلية اللي حاملتها إعدال 1000 شهادة مثل ما يقولون. الناس كانت قبل غير هسه،